اليوم في هذا الملتقى بمناسبة الاحتفال بالمجتمع المدني. في هذا الملتقى الجميل أن أقدم كتاب موسوعة رياضة كرة العين المترجم إلى اللغة الإيطالية من الدكتورة باولا غيغليوتي من جامعة بيروجا في إيطاليا إلى الأستاذ العظيم رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات، وأتمنى أن يجد فيه ما يجد من معلومات حول رياضة كرة العين. وشكرا لكم. شكرا. شكرا. ودي أشكر الأستاذ محمد حمان رئيس الجامعة الدولية لكرة العين على هذا الإهداء الذي يتزامن مع اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يتزامن مع 13 مارس 2024، وهنيئا للمجتمع المدني بهذا الإنجاز القيم. وشكرا. شكرا.